السوق العراقي منذ 2003 يعتمد على البضائع المستوردة من الخارج، ما يعني حاجة التجار والشركات المحلية المستوردة للعملة الأجنبية. البنك المركزي يتولى مهمة تغطية حاجة السوق لهذه العملات عن طريق نافذة بيع العملة، والتي من خلالها يقوم البنك المركزي بالمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار. مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أكد أن مزاد بيع العملة تحول من داعم للاقتصاد العراقي إلى عامل يستنزف أرصدة البلد من الدولار. إدارة المستوردات إلى البلد يعني كان مهم أنه مخصص لتزويد المستوردين العراقيين أو حتى غير العراقيين من يستورد سلع وخدمات إلى العراق مقابل فواتير للاستيراد بالعملة الصعبة بالدولار. لكن مع الأسف أنه هذه النافذة حالها حال كل الأنظمة المالية والمصرفية الأخرى، تعرضت إلى الفساد وعمليات غسيل الأموال. مزاد العملة يعتبر نافذة من يعني أحد النوافذ اللي فيها مؤشر الفساد عالي المستوى، والإرادة السياسية هي المتحكمة بهذه النافذة عن طريق المصارف والبنوك العراقية اللي هي بين قوسين تكاكين حقيقة، مو مصارف حقيقية. هذه المصارف أو التكاكين وظيفتها الأساسية هو المشاركة في مزاد العملة اللي يدر أرباح هائلة على هذه المصارف، ويصل حجم الأرباح أسبوعي يوميا لبعض المصارف في السنوات الماضية إلى مليون دولار يوميا. هو بالشهر يشارك 20 مرة يعني 20 مليون بالشهر. ما يجري في عملية نافذة بيع العملة هو أكبر عملية سرقة في تاريخ العراق الحديث، وخصوصا في يعني هاي السنوات الأخيرة والسنتين الأخيرة. فرق النمر، الوثائق المزورة التي تقدم في قبال طبعا بالتأكيد عدم وجود نظام مصرفي يقدم خدمة حقيقية إلى عموم المواطنين. السؤال الأهم هنا، هل يعلم البنك المركزي بهذا الكم الهائل من عمليات الفساد في نافذة بيع العملة؟ لم نتحصل على إجابة من المسؤولين في البنك المركزي على هذا السؤال لأسباب نجهلها رغم سعينا لمعرفة الحقيقة. البنك المركزي في وقتها السيد علي علاق أكد لنا بأن 95% من الوصولات المقدمة إلى نافذة بيع العملة هي وصولات مزورة، ونحن أعلنا بوثائق رسمية لبعض المصارف كيف أنه يقومون بتزوير الوصولات وما هي المواد التي يدعون بأنهم يستوردونها باسم المشاركة في نافذة بيع العملة. فبعد البحث والدراسة والتدقيق والمتابعة، وقت اللجنة المالية كانت برئاسة المرحوم الدكتور أحمد الشلبي، وصلنا إلى استنتاج أنه وراء 2003 إلى تلك اللحظة تم تهريب ما بين 200 إلى 250 مليار دولار من أموال الشعب العراقي عن طريق نافذة بيع العملة باسم الاستيراد إلى خارج العراق، وهذه الأموال لا أحد يعلم أين ذهبت. هذا ملف جدا خطير، هذا الملف تم فتحه أمام مدير البنك المركزي السابق من قبل أحد المدراء العامين في البنك المركزي، وتم طرده فورا، يعني بمجرد أن قابل محافظ البنك المركزي وقال له أكو جريمة تحصل بحق المواطنين العراقيين دي يستخدموا هذول المصارف، المصرف الفلاني والفلاني والفلاني، أكو 3 مصارف كلش خطرة بالعراق. المثير للاستغراب والدهشة في آن واحد معا أن قسما من هذه المصارف والشركات تشتري الدولار من نافذة بيع العملة لصالح بعض دول الجوار العراقي ودول إقليمية أخرى. يعني هي أغلبية المصارف مسجلة باعتبار هي مصارف أهلية، ولكن يعني هناك مصارف لدول إقليمية واضحة، وهناك مصارف لأحزاب، وهناك مصارف لشخصيات
طبعا بكم يعني بكم درجة يتم الوصول إلى الصاحب الحقيقي لهذا المصرف. يعني هي أكثر المصارف عراقية، لكن بعض المصارف لدول إقليمية. يعني نعم. حسب معلوماتي هناك مصارف لبنانية، أكو يمكن أردنية وإيرانية أيضا. نعم. موجودة مثل هيك مصارف. إيران على رأس قائمة الدول المستفيدة من نافذة بيع العملة، حيث تصل إليها ملايين الدولارات يومياً من العراق، رغم العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها. تركيا ولبنان ودول أخرى تأتي ضمن قائمة المستفيدين من هذه الأموال. تجولنا في شارع الكفاح وسط بغداد، حيث تقع البورصة الأكبر والأهم في العراق، حيث يتم بيع ملايين الدولارات يومياً، لمعرفة مصير هذه الأموال وأين تنتهي. ممنوع خفيف، ممنوع بس ممنوع. المزاد العملة ده نسألكم عليه غاية ممنوع والله، توصيات هاي ممنوع؟ توصيات. صعد الورق ما قام يهرب برا، فقام وين يتكدس بالداخل، والدليل دليل مادي احنا عندنا انه اسعار العملات الخارجيه الايرانيه والتركيه والسوريه واللبنانيه بدات تصعد والاضطرابات زادت هناك، فهذا دليل انه كان معتاشين كله على مزاد العمله العراقي. محمد احد العاملين في مهنه الصرافه في هذا الشارع، يؤكد بان هذه المبالغ الكبيره تذهب الى تركيا وايران وسوريا ولبنان ودول اخرى. لو عندك مزادات مبالغ ضخمه وين يروح الدولار؟ أكيد يطلع. وين؟ يطلع خارج العراق. وين؟ يعني تركيا، سوريا، وانت تدري احنا عندنا صناعة زراعية، إيران. قرار حكومة الكاظم الأخير برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، وبالتالي انخفاض معدلات العملة التي تغادر البلاد بنسبة تجاوزت 70% بحسب الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي. ألزمنا الحكومة بأتمتت كل الأنظمة المالية المتعلقة بجباية الضريبة أو التعاملات المصرفية الأخرى لغرض الحد من الفساد الحاصل وتعزيز عملية الرقابة على هذه العمليات المصرفية. في الوقت الذي يطالب العراق المجتمع الدولي بمساعدته في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش وإعادة إعمار بناه التحتية وإنعاش اقتصاده، يستمر مسلسل نزيف مليارات الدولارات سنوياً تحت عناوين مختلفة وإلى جيوب كيانات سياسية وأحزاب وشركات ودول إقليمية تزداد ثراءً ونفوذاً على حساب أبناء الرافدين إلى أجل غير مسمى.